لظروف معينة تأخرنا في النوم، ولظروف أخرى جعلت والدي يؤخر زكاة الفطر إلى يوم الفطر. فاستيقظنا من النوم فوجدنا الإمام ينوي بالصلاة، فتناول والدي مسرعا ما يود إخراجه من الزكاة من الحبوب ووضعها خارج المنزل لحين انتهاء الصلاة. وبعد ذلك جاء من الصلاة فوجد الدواب قد أكلتها، فهل يجب علينا أن نخرج الزكاة مرة ثانية؟ جزاكم الله خيرا. وهل يشترط أن نخرجها في يوم عيد أم في أي يوم؟ جزاكم الله خيرا. وقت إخراج صدقة الفطر ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد، والأفضل أن يخرجها قبل الخروج لصلاة العيد، هذا هو الأفضل. ولو أخرجها من ليلة الفطر بعد غروب الشمس فلا بأس بذلك، وهذا أيضا يدخل في وقت ثابت. ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فهنا وقت جواز وقت فضيلة. وقت جواز يبدأ قبل العيد بيوم أو يومين، وقت فضيلة ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج إلى الخروج لصلاة العيد، هذا هو الأفضل. أما لو حضرت صلاة العيد ولم يخرجها إلا بعد صلاة العيد فإنه يكون ذلك مجزيا أيضا، يخرجها في بقية يوم العيد. ولو فات يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها أيضا، لأنها دين في ذمته لا تسقط عنه ما دام يستطيع إخراج زكاة الفطر، فإنها تبقى دينا في ذمته لو لم يخرجها في وقتها المحدد فيقضيها ولو بعد يوم العيد ولو طال الوقت، لأنها لا تزال دينا في ذمته. قال صلى الله عليه وسلم: أقضى الله والله أحق بالقضاء. وأما ما ذكره السائل من أنه أبرزها ليخرجها وذهب يصلي صلاة العيد ولما جاء وجد الدواب قد أكلتها، فإنها تبقى في ذمته ولا تبرأ ذمته بإبرازها، لأنها لم تصل إلى مستحقيها، وما دام لم تصل إلى مستحقيها فإنها باقية في ذمته. فإذا تلفت يأكل الدواب أو بسرقة أو غير ذلك فإن هذا لا يجزيه، ولا بد من أن يخرج بدلا عنها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.